المتحف الثقافي المتجول صار محطة لعرض إبداعات الهواة والمحترفين من الرسامين والنحاتين وصناع المصغرات وهواة الأشياء القديمة. تأسس عام 2013 وكان متحفا جوالا في المحافظات العراقية، حتى قرر القائمون عليه أن يستقر هنا في إحدى بنايات القشلة التراثية وسط شارع المتنبي. مجسمات دور عرض السينما هذه والمصنوعة يدويا بحرفية عرضت للمشاهدين في إحدى زوايا المتحف، وهي تتبع لجمعية هواة السينما التي تهتم بالفن السابع القديم. فهنا تعرض المقاطع القديمة بواسطة عارضة كلاسيكية وبكرات أفلام، عاكسة شغف هواة السينما الذين لا يستمتعون كثيرا بالسينما الحديثة. نعرض هنا على مود نسوي حلقة وصل بين الجيل القديم وهذا الجيل، لأن ما يعرفون السينما، فعلى مود يعرفون السينما ويعرفون قيمة السينما، والسينما تراث وتوثيق للدولة. يعني أي دولة إذا ما بها سينما ما عندها أرشيف، ما عندها تاريخ. الاهتمام بتاريخ العراق المعاصر سمة من سمات المتحف، كما في هذا الركن للمصغرات سيارات قديمة جابت شوارع بغداد منذ الثلاثينيات وحتى التسعينيات من القرن الماضي، ارتبط بعضها بمناسبة معينة كسيارة النقل الخارجي لأول تلفزيون عراقي والتي صنع مصغرها بالاعتماد على الصور القديمة فقط. يعني احنا نحاول في تشيل تاريخ المعاصر، يعني الشيء اللي بعده ملموس ما اندثر، نحاول نذكر بموضوع سيارات، لا يعني سيارات اللي فترة الثمانينات أو السبعينات تذكرنا بأهلنا الأشخاص، يعني راحوا عنا، وحتى المشاهد اللي يشوفها يتذكر أشياء، نشوف سيارة قديمة. لوحة جميلة أبدعتها أنامل عراقية تحاول إيصال فكرتها من خلال ترجمة الماضي إلى لوحات عصرية تناسب الجمهور في مساحة صارت خاصة بهم، يسوقون من خلالها أعمالهم التي يقولون إنها لم تحظى باهتمام الإعلام. حيدر البدري، يو تي في، بغداد.